أهلا بكم من جديد. استخدمت الولايات المتحدة حق النقد ضد مشروع قرار جديد قدمته 10 دول بمجلس الأمن يدعو لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة ومعاقبة منتهكي القرار تحت البند 7. وأكد الممثل الأمريكي أن مشروع القرار تجاهل إدانة حماس ولم يستوفي الشروط، وكان الغرض منه إجبار الولايات المتحدة على استخدام الفيتو. حركة حماس وصفت الفيتو الأمريكي بالموقف العدائي الذي يلغي إرادة المجتمع الدولي ويعطي الغطاء لاستمرار حرب الإبادة، فيما دانت الرئاسة الفلسطينية استخدام الولايات المتحدة حق النقد في مجلس الأمن للمرة الرابعة، واعتبرت أن الخطوة الأمريكية تشجع إسرائيل على الاستمرار في جرائمها ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني وفي تحديها لجميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي. وقد أكد القائم بأعمال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية أنه لن تكون هناك صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل إلا بعد انتهاء الحرب في قطاع غزة. الوضع صعب وقاسي. واعتبر القيادي في حماس غازي حماد في لقاء خاص مع الحدث أن الحركة أبدت مرونة كبيرة أثناء مفاوضات التبادل، محملا أن الحكومة الإسرائيلية مسؤولية عدم إتمام الصفقة بسبب إصرارها على البقاء في القطاع. الوضع صعب وقاسي وكارثي بكل ما تعنيه الكلمة، لذلك إحنا بنسعى أن نوقف هذه الحرب على الناس. إحنا كلنا نريد أن نوقف هذه الحرب، وتحدثنا مع كل الوسطاء وكل الجهات المحلية والعربية والدولية أنه موقفنا واضح، نحن نريد أن نصل لوقف إطلاق النار. لكن من الواضح أن الاحتلال حتى الآن لم يعطي كلمة واضحة، بالعكس ما يتحدث به نتنياهو ووزراء حكومته كل يوم أنهم يريدون استمرار الحرب. وخلال جلسة مجلس الأمن التي خصصت لمناقشة فرض وقف إطلاق نار غير مشروط في غزة، دار سجال فلسطيني إسرائيلي ماجد باميا نائب المراقب الفلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة قال بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقد ضد مشروع القرار إنه لا يملك أحد أو لا أحد يملك الحق في القتل الجماعي للمدنيين. There is no right to mass killing of civilians. There is no right to starve an entire civilian population. There is no right to forcibly displace a people. And there is no right to annexation. This is what Israel is doing in Gaza. أما المندوب الإسرائيلي في الأمم المتحدة فأزعجه عدم إدانة نائب المندوب الفلسطيني لحماس في خطابه. Speech very carefully. And you mention a future with no pain. No suffering, but you haven't mentioned one word during your speech, and I've listened very carefully. What about Hamas? You have to include in your speech a future for Gaza is a future with no Hamas. You cannot describe a world or a reality and not mentioning this is the reason why we are sitting in this room today, the brutality of Hamas and the pain that the people of Gaza are suffering because of Hamas. وفي واشنطن عرقل مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون كان من شأنه أن يوقف بيع أسلحة أو بعض الأسلحة إلى إسرائيل، وعارض 79 من أصل 100 عضو في مجلس الشيوخ القرار الذي كان سيوقف في حال إقراره بيع ذخائر دبابات إلى إسرائيل، في حين أيد مشروع القانون 18 عضوا وكانت جميع الأصوات المؤيدة للإجراء لأعضاء ديمقراطيين، بينما شمل الرفض نوابا من الحزبين الديمقراطي والجمهورية. تداعيات هذه القرارات من واشنطن الدكتور عقيل عباس الباحث في الشؤون السياسية الأمريكية، وأيضا معنا من القاهرة رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية الدكتور سمير غطاس. أهلا وسهلا بكم. سأبدأ معك دكتور عقيل، هذه القرارات الدولية الآن كيف يمكن أن تنعكس على جبهة غزة؟ هل سيكون هناك إلزام حقيقي لإسرائيل بوقف الحرب في قطاع غزة أم الأمر سيأخذ منحنى آخر؟ شكرا على هذه الاستضافة، تحية لك ولضيفك الكريم. يعني أنا بتصوري يعني هذا القرار بالنسبة للولايات المتحدة يلغي أو يعيد صياغة قرار مرر وتم
اتخذ واتفق على تنفيذه، الخلاف في التفاصيل، وهو القرار الذي مرره مجلس الأمن في الشهر السادس من هذا العام، يعني قدمت الولايات المتحدة ويعني قبلت به 14 دولة، روسيا امتنعت. ف يعني هناك تصور أنه لا حاجة لإعادة اكتشاف العجلة، وأنه هذا القرار الجديد يعني على الأقل من وجهة النظر الأمريكية يتراجع عن شيء ضمن في القرار السابق، وهو أولوية إطلاق سراح الرهائن. قضية الرهائن مهمة أمريكية، لأن نحن نتحدث عن 7 أمريكيين محتجزين لدى حماس، وأيضا هي مهمة إسرائيليا، يعني أي زعيم إسرائيلي ليتجاوز أو لا يربط على نحو واضح ودقيق بين إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار وربط فوري، أعتقد هذا يمثل انتحارا سياسيا. فضلا عن هذا، إسرائيل تشعر أنها في موضع قوة، الاشتباكات في غزة تراجعت كثيرا، والتركيز الآن على لبنان. فأتصور القرار يعني كان مجرد ضربة سياسية، الغرض منها سياسية وإعلامية، يعني توجه لإسرائيل والولايات المتحدة. على مدى أسابيع الولايات المتحدة كانت تتفاوض بخصوص هذا القرار لتغيير اللغة نوعا ما كي تستطيع أن تدعمه، لكنه في آخر المطاف يعني هذه الجهود فشلت، فقررت استخدام قرار حقها بالنقض. طيب دكتور عقيل، أيضا عطفا على ما ذكرته، هذا لا يتنافى مع الوعود التي قدمها الرئيس دونالد ترامب بإيقاف الحروب، لا سيما أيضا إن تحدثنا عن الحرب في قطاع غزة؟ طبعا دونالد ترامب يريد إنهاء هذه الحرب بالتأكيد، وهناك أن نتحدث عن شهر ونصف وما إليه، لكنه التصور التركيز الآن في واشنطن هو على وقف إطلاق النار في لبنان. هناك تصور أننا بإزاء يوم أو يومين ويمكن أن يعني أن يتم وقف إطلاق النار في لبنان. التوصل إلى وقف إطلاق النار هناك سيسهل كثيرا، هذا هو التصور السائد، وقف إطلاق النار في غزة، ويعتقد على نحو واسع أنه من دون حل أزمة الرهائن الأولوية في أي وقف إطلاق النار لا يمر بحل أزمة الرهائن، يعني تبادل الرهائن بأسرى فلسطينيين، فإنه لن يكون هناك وقف إطلاق نار في غزة. إسرائيل ستلجأ كما لجأت سابقا في غزة وكما لجأت في لبنان، نعم، حين يتم الاعتراض أو تظهر صعوبات تزيد من عملياتها العسكرية، تزيد من القصف على الطرف الآخر لإضعاف موقفه وإجباره على تقديم تنازل، فيعني المزيد من العنف لسوء الحظ. أتمنى لا نصل إلى تلك اللحظة. طيب سنتقل إلى القاهرة مع الدكتور سمير غطاس، أهلا بك معنا دكتور سمير. على ما يبدو في كلمة نعيم قاسم الأخيرة الأمين العام لحزب الله لم يأتي على ذكر جبهة غزة، وكان من المعتاد أن يكون هناك ربط للجبهة الجنوبية في لبنان بما يجري في قطاع غزة، هل لذلك دلالات سياسية وعسكرية لأي تحركات مقبلة على الجبهتين من وجهة نظرك؟ هناك أهم من ذلك، 10 بنود التي تم تسريبها من مشروع الاتفاق الذي يعني سيوقف الحرب في لبنان لمدة 2 شهر لمدة 60 يوما، البند الثالث ينص على ما يلي: تتخلى إيران وحماس عن ربط ما بين وقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية ووقف إطلاق النار في غزة، ويتوقف حزب الله عن دعم الحرب عن دعم حماس في الحرب في غزة. لا توجد ولا كلمة لا في خطاب الأمين العام الحالي لحزب الله، لا هذا الخطاب ولا الخطاب الذي سبقه، وكما لا توجد ولا تصريحات من قبل قيادات إيران كلها في الفترة السابقة حول غزة وحماس. هذا الأمر يأتي ويتزامن مع عدد من الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة. طبعا الآن تتعرى حماس تقريبا ويتفكك ما يسمى بوحدة الساحات، وحدة الساحات تصمت في لبنان وهي في طريقها للصمت في العراق، وربما ينتقل هذا إلى الحوثيين والجبهة اليمنية قريبا. لكن الأمر الذي لاحظناه أن الولايات المتحدة الأمريكية في خضم الطريق إلى الانتخابات التي حسمت لصالح ترامب كان هناك إعلانات واضحة
من قبل الولايات المتحدة انحيازا أكبر لجهة إدانة حماس عن مسؤوليتها في تعطيل الاتفاق. بلينكن قال أن حماس هي المسؤولة، بلينكن هو الذي قال أن قطر سوف تجلي منها المكتب السياسي، ثم المرشح لوزارة الخارجية الأمريكية هو نفسه أدان بتصريحات واضحة وصريحة أن حماس هي المسؤولة، هي التي بدأت القتل في يعني ما يسمى بغلاف غزة، وهي المسؤولة عن تعطيل أي اتفاق للتوصل إليه. وبالتالي القرار، الموقف الأمريكي من القرار في الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن كان واضحا أنه بقوة دفع هذا الموقف الأمريكي الذي يحاول أن يضغط سياسيا على حماس لتلبي شروطه والشروط الإسرائيلية، فيما أن إسرائيل هي التي تضغط عسكريا في داخل قطاع غزة للتحول. هناك تصريحات لخليل الحية أمس، خليل الحية يقول أنه يعني ممكن العودة مرة أخرى للمفاوضات وسوف نبدي مرونة في هذا الشأن. التصريحات التي يعني أوردتوها في تقريركم لغازي حمد، بالمناسبة غازي حمد هو واحد من 6 من قيادات الحماس الذين فرضت عليهم، هو قديم هذا التصريح، وهو واحد من 6 فرضت الولايات المتحدة عليه عقوباتهم في هذا السياق الذي أشرنا إليه مزيدا من الضغوطات. غازي حمد يتحدث عن مرونة، إلى أي حد سوف تكون هذه المرونة؟ هل ستستأنف المفاوضات في الوقت الذي انسحبت فيه تقريبا أو جمدت قطر دورها في الوساطة، لم يبقى إلا مصر والولايات المتحدة؟ من جانب آخر فإنه نتنياهو الذي وصل إلى محور نتسريم على البحر في قطاع غزة أعلن من هناك أنه لن يتفاوض إلا في ظل استمرار القتال، وعرض منحة ب5 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات لفك أسرى أو لتحرير أي من الأسرى. وبالتالي نحن لا نتوقع حتى إذا استؤنفت المفاوضات أن ينهيها نتنياهو. نتنياهو عطل هذه المفاوضات، يعني بصرف النظر عن اتهامات بلينكين، لكن نتنياهو نفسه عطل هذه المفاوضات حتى إذا تم إنجازها يهدي الأسرى أو الرهائن الأمريكيين إلى ترامب وليس إلى حكومة بايدن التي خسرت هذه الانتخابات. طيب دكتور عقيل، يعني عطفا على كل ما يجري الآن، هل من وجهة نظركم الولايات المتحدة عندما تقول في تصريحاتها للحكومة العراقية بأنها استنفدت كل أدوات الضغط على إسرائيل لمنع استهداف فصائل مسلحة في العراق، هل نفهم أو هناك قراءة أمريكية بأنه نتنياهو قد يذهب إلى جبهة ثالثة على العراق تحديدا، أتحدث ليس فصائل عراقية في مناطق أخرى كسوريا ولكن على الأراضي العراقية؟ يعني يبدو الأشياء ذاهبة بهذا الاتجاه. لاحظ الجانب العنني في الموضوع، إسرائيل تبعت رسالة إلى مجلس الأمن وكأنها تهيئة للسبيل لما سيأتي، نحن حذرنا وما إليه، والولايات المتحدة تقول نحن حاولنا كل ما نستطيعه بخصوص إسرائيل لمنعها من ضرب العراق وأنه يعني لم نصل إلى نتيجة ما. الضغط المقصود من كل هذا هو على الحكومة العراقية كي تسيطر على السلاح، يعني تحتكر السلاح وتمنع الفصائل. وزرت الحكومة العراقية يعني بعض الإجراءات، لكن هذا لن يحل المشكلة. أنا بتصوري إذا حصلت ضربة جديدة من الفصائل المسلحة يعني من العراق نحو إسرائيل سيكون هناك قصف إسرائيلي. القرار يبدو أنه اتخذ لكنه ليس قرارا حاسما وصارما، يعتمد على بعض التطورات. لإسرائيل الآن يعني حيز مرونة واسع أنها تستهدف العراق، أعلن نتنياهو وأعلن وزير دفاعه بضع مرات أن إسرائيل تقاتل على 7 جبهات، العراق واحد من هذه الجبهات. ولسوء الحظ يعني ما تقوم به الفصائل المسلحة من استهداف يعطي إسرائيل هذا التبرير يعني للضرب في العراق. إسرائيل لديها أهداف متطور حقيقة في العراق لا يقل أو ربما يزيد على بنك الأهداف المتطور التي لديها بخصوص حزب الله. فقط حماس لم تستطع إسرائيل أن تطور بنك أهداف دقيق بخصوصها. فالأشياء متجاهمة، يعني أرجو أتمنى أنه تنخفض الأشياء يعني حدة.
شكرا من واشنطن الدكتور عقيل عباس الباحث في الشؤون السياسية الأمريكية، وأيضا من القاهرة رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية الدكتور سمير غطاس.